باسم الآب والابن والروح الأمين. آيتنا النهاردة من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح السادس 10 اللي بتقول: كذلك أنتم أمواتا على الخطية ولكن أحياء لله المسيح يسوع ربنا. إلى أهل روميا كتب القديس بولس الرسول سنة 58 من مدينة كورنثوس، واتبعتت على يد فيبي الشماسة، واتبعتت للمؤمنين في مدينة هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية في وقتها، وكان فيها حوالي 1,000,000 شخص مسيحي. أغلب في وقتها كانوا جالية يهودية كبيرة، تم التبشير المسيحية هناك عن الحضر يوم 50 ورجعوا بعد كده لروما، كمان عن طريق المسيحيين اللي تشتتوا من أورشليم نتيجة للاضطهاد اليهودي هناك، كمان عن طريق بعض تلاميذ الرسول في كنائس أوروبا اللي أسسها بدليل أنه أرسل لهم سلامه في نهاية رسالته في روميا. بعض الناس بيظنوا أن القديس بطرس الرسول هو مؤسس كنيسة روما سنة 41، لكن هذا الظن أكيد طبعا غلط تاريخيا وكتابيا كمان، لأنه لم يذكر في الكتاب المقدس أي إشارة وجود قديس بطرس الرسول في روما إلا وقت صلبه واستشهاده فقط. علشان كده نلقى أن مثلا أن في الأربعينات والخمسينات من القرن الأول نلقى الكتاب المقدس يقول أن قديس بطرس الرسول كان موجود في مدينة أورشليم وغلاطيا وبابل، ما كانش موجود في روما. كمان من ضمن السلامات اللي بعتهم القديس بولس الرسول اللي موجودين في روما لم يذكر القديس بطرس. كمان القديس بولس الرسول لما راح لروما حوالي سنة 61 ميلاديا وقعد حوالي هناك سنتين وجم وحضر ليه اليهود، لم يذكر الكتاب المقدس أن القديس بطرس تقابل معه. عشان كده الظن ده خطأ تاريخيا كبير جدا. آيتنا النهاردة بتقع في الجزء الأول، التعليم من رسالة بولس الرسول لأهل روميا. الجزء ده بيتكلم فيه قديس بولس عن الخلاص ودرجات ذلك الخلاص، ومن ضمن الدرجات دي مفهوم التكريس الحقيقي للمسيح. بولس الرسول النهاردة بيقول لنا لازم نحسب أنفسنا أموات عن الخطية أحياء لله فقط بالمسيح يسوع ربنا. لو كان رب المجد يسوع المسيح لكل ما قد مات عنا ليبطل عنا الخطية، فده ما يليقش بينا غير ان احنا نقدم له قلبنا ليكون عرش يملك عليه، ونقدم ليه اعضائنا، يعني رسالة لملكوته ومحبة ليه، رسالة بر، بعد ان كانت كل اعضائنا دي وكل مشيئتنا خاضعة للاسم وللخطية. فقوله هنا احسبوا انفسكم امواتا على الخطية، لازم كل واحد مننا يحسب نفسه ان هو ميت، ما بيتعاملش مع الخطيه بانه حي، بيخافش من الخطيه. ليه ما يخافش من الخطيه؟ لانه خلاص لم يعد لها السلطان علينا، لاننا تبررنا منها بما قدمنا عنه من اعتراف وتوبه، فقطعنا كل صله لينا بالخطيه. لازم نحسب نفسنا اموات. ويمكن في قصه جميله كده لاحد الاباء الرهبان اللي ساب العالم كله علشان يموت عن العالم ويلتصق بالواحد، فسمع ان في بقريه قريبه منه شجره بيسكنها الشيطان بيضل الناس لابد، فطبعا الراهب خد البلطة بتاعته عشان يقطع الشجرة دي ويهلك الشيطان، وفعلا كان خلاص هيهزمه، لكن الشيطان قدم له فكرة هو انه يسيبه مقابل انه يجد تحت مخدده كل يوم دينار ذهب. وكل يوم كان الراهب يلقى الدينار وافع على هذا الدين، لغاية ما جه في مرة رفع المخدة فما لقاش الدينار، فحمى غضبه مرة تانية وراح للشيطان علشان يحاربه، لكن مراد الشيطان هزمه. ولما سأله ليه المرة اللي فاتت أنا هزمتك وليه المرة دي أنت هزمتني، قال له المرة الأولى أنت كنت ميت عن العالم، جيت بفكر غيرة بيتك أكلتني، لكن المرة دي أنت جاي حي في العالم، عايش الخطية جواك وعايشة معاك، فما ينفعش غير ان احنا لسه نحسب انفسنا امواتا على الخطيه. يكمل القديس بولس الرسول يقول احياء لله. ما دام المسيح اتذكر عنه في الايه السابقه لايتنا النهارده ان هو يحيى لله، فبقى احنا المفترض نعيش مع المسيح حياه جديده، هي حياه المسيح اللي قال عنها القديس بولس الرسول في فيليبي 1:21، يقول كده: ليه الحياه هي المسيح. الحياه الجديده دي اللي اخذناها في المعموديه من المسيح هي تمجيد الله في حياتنا، ودي بتكون رسالتنا الجديدة، زي بالظبط رب المجد لما قال في متى 5:16: فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا أحباء، علينا أن احنا نحيا لله كأموات عن الخطايا. يمكن في قصة تحكي عن خباز كان لابس لبس أبيض من راسه لغاية قدميه وكان شغال في حاله، فجي واحد منظف للمداخن يعني بنظف المداخن، وشغلته كانت أكيد من باب أن يبقى كله أسود وسمار، فشتم الخباز ده، فكان من الخباز أنه طبعا عايز يسترد كرامته فمسك فيه، فكان من أن المنظف ده زق الخباز، وده زقه لغاية ما الخباز رماه في الشارع، وكان متوقع أنه يلقى استحسان من الناس، لكن للأسف ما لقاش غير يعني نظرة حسرة من الناس بعد ما بصوا على ملابسه كده لقوها ملطخة بالرماد. عايزين نبص على القصة دي، هل النصرة في هذه القصة هو إنه غلبه وضربه؟ لا، النصرة في هذه القصة ما هي إلا الهزيمة نفسها.
لأن المعركة تركت عليه أثار أرضأ من أنه لو كان حسب نفسه ميت عن الخطية، خطية الغضب. لو كان حسب نفسه ميت عن الخطية وساب الغضب في وقتها كان فعلا هيحصل على النصر الحقيقي. بكامل القديس بولس الرسول بيقول كده: احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله بالمسيح يسوع. اشمعنى بالمسيح يسوع؟ هو رب المجد نفسه قال لنا في يوحنا 15 عدد 5: بدوني لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. احنا من غيرك رب ما نقدرش نعمل حاجة، من غيرك يا رب ما نقدرش نحسب أنفسنا أموات عن الخطية ولا نحيا لله إلا بالمسيح الذي يقويني، زي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته الأهل فيليبي. يا أحبائي، خلينا في الآخر نبص كده على القديس يوحنا ذهبي الفم وهو بيقول لنا كده: لنكن شجعان في كل مخاطرنا في حياتنا الروحية، لأنه لا يوجد ما يرهب ذاك الذي يخاف الله. خلينا نعيش في مخافة ربنا، ما نخافش من الخطية لأنه لم يعد لها السلطان علينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين.